ركز بقى. ان ابن شمس الدين داعشي وعقيدته عقيدة الخوارج، فصار عندي مبتدع. شيخ شيخ ماجد، يعني الشيخ بتاع الشيخ اللي ماجد واخد منه الإجازة. تعالوا نسمع بيقول ايه في محمد شمس الدين، ونصدق التلميذ من التلميذ من الشيخ، ولا نصدق الشيخ بتاع الشيخ. يعني من يعني سبحان الله، يعني ربنا يحفظه ويبارك فيه، ممن يعني قد امضى مثل هذا، وربنا فتح عليه في هذا باب. الشيخ محمد ابن شمس الدين، لو حضرتك يعرفه من الشام، هو الشيخ محمد هذا يعني بصراحه يعني قد قام بامر لا اعرف من يقوم مثله الان من الشيوخ الشباب او المشاهير على الفيسبوك او على المنصات الاخرى. يعني بصراحه يعني نحسبه على خير والله حسيبه، ورجل لا يخاف في الله لو بتلائم. الرجل هذا يعني كمثل من إيضاح العقيدة واهتمام بالعقيدة ووضوح ألفاظه ووضوح مبانيه أو كلام أو وضوح كلام يعني الناس، إن هو يقول لك فلان مبتدع وضل أنه يقول كذا وكذا ولا يستحق. يعني أتى وتكلم مثلا عن الأشاعرة وشيخ الأشاعرة ودين الأشاعرة الذي يوجد في الأزهر الآن، ما استحق، وأنا أيضا لا أستحق أن أتكلم عنه، لكن عشان بعض الطلبة عنده خلل في المسائل فإحنا بنضطر يعني نؤجل الكلام عن مثل هذا. وإلا إحنا معروف ما هو توجهنا نحن نحو هؤلاء. فقام ورد على الأشعرة وكذا وبدأ ينشر العقيدة، وأنا يعني محل آخر كده متابعه، ما شاء الله عليه يعني ربنا يحفظه ويبارك فيه. طبعا أنا مش عايز أقول لك إيه اللي هيحصل دلوقتي، ماجد هيطلع ويقول لك طالما الشيخ عمرو هيمان قال كده على محمد شمس الدين السرور القطب الخارجي البتنجاني بقى زي ما انتوا عارفين، إذا أنا لا يشرفني الإجازة اللي جاية لي عن طريقه وألغيها.